مؤيدة يعني مش إنه تعب ولا مش إنه بمجاملة بس والله إنه حاجة سهلة بسرعة يعني استلمنا القلب شليت هذا واشتغلت وبدأ أشتغل وانتج وبدأت إنني أنتج الحاجات واشتغل طبعاً يخرج ريسك مني طبعاً أنا ما اشتغلش نواصل أنا جلست إلا بالعصر أنا ربت بيت أسوي غدا ومعي جهال معي العامل حقي يشتغل هنا بالعصر يبدأ يشتغل بدالي من الساعة 1 الظهر وكان يعني ما عنديش كثير أفضل إنني والم من المصرف أما دحين عندي دخلي الخاص وأقدر أصرف وأقدر أساعده وعندي دخلي إنني عندي إمكانية إنني أشتري ومعي دخلي ما أحتاجش لحد إنه أصبر إنه بيجي يعطيني أقول الحمد لله وأنا أقول لك الحمد لله دحين أني أحسن من الأول أشوف نفسي أحسن من الأول لأنني مرة منتجة أوكي كان يعني من ناحية الزوج ما فيش مشاكل هو من ناحية الأهل الأهل والمجتمع يعني كيف إنك تجلسي هنا لوحدك كان يجي يعني واحد من أخواني يقول بهدلتي بنا عملتي بنا يعني خذيتي بنا قال سال قدام العيال والسارح تبيعين الناس إيش في أنا ما بعتوش حاجة أنا بعتوس كريم يعني نبيع أشتغل لنفسي أدعم نفسي مشيش إنسان يجي يقول لي ها أسأليك عادي طالما أني واثق من نفسي أني ما عملتش حاجة غلط عادي ما همش حاجة طبعا كان من أول صعب أنني لما واحد من الجهال يمرض أنني أشله وأروح أعالجه وأشتري العلاج بنفس اليوم لا أروح أقول يا لو سمحتي سلفيني ابني تعبان شو أعالجه لا دحين لا على طول معي فلوس مخبى معي فلوس بالبريد خطط ابني المستقبل أكيد أنه نفتح محل أكبر من كده ويكون بسوق ما يكونش هنا يعني كده أكون نفسي وكمان شغل غيري بدل ما هو جالس يعني براع كده ما يعملش حاجة يجي يشتغل يكسب له مدخل رزقه يعني عشان أسيب المجال إنه لأخوتي يدرسوا اضطرت إنني وإنه أختي الكبيرة نخرج من المدرسة نجلس في البيت لكن دحين أنا مشيش إنه الوضع اللي استوالي يستوي لعيالي نفسه يعني داخل يكون داخل يوم ليش يوم يشتغلوا عند الناس يعني أنا وأبوهم أبوهم كفي إنه اشتغل عند الناس ما معوش دخل أنا أشتي عيالي يدرسوا أحسن مني ويتعلموا ويصبح معاهم معيشة يقدروا يعيشوا مني ويصبح معاهم حاجة سند لحياتهم